بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا ومرحبا بطالباتي الجميلات. اليوم إن شاء الله في مادة التوحيد في الوحدة الثانية بعنوان معرفة العبد نبيه. راح ناخذ إن شاء الله الدرس الأول بعنوان لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أرسل الله الرسل عليهم السلام؟ هذا درسنا إن شاء الله اليوم بالوحدة الثانية معرفة العبد نبيه. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله الدرس الأول لماذا أرسل الله الرسل، ونبدأ التمهيد بحوار بين المعلم والطالب. المعلم: كان في الناس قبل الإسلام من يعبد مع الله غيره كالأصنام والأشجار والملائكة والصالحين وغيرها، فماذا يسمى هذا العمل؟ ماذا نسمي هذا العمل يا ثاني؟ في الفصل الدراسي الأول أخذنا عبادة مع الله غيره، هذا كنا نسميه ماذا؟ كنا نسميه شرك. إذن كنا نسميه ماذا؟ كنا نطلق عليه الشرك. إذن يسمى هذا العمل الشرك. طيب إذا كان هذا حال أكثر الناس فماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى دعوة الرسل. الطالب يقول يحتاجون إلى دعوة الرسل عليهم السلام. إذن ما هي الغاية من إرسال الرسل؟ المعلم: لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا؟ طيب هذا هو المربع يا ثاني اللي يكون محور حديثنا ومحور درسنا والمطلوب من كل طالب حفظه. أرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. من راح أسألك لماذا أرسل الله الرسل؟ مباشرة تجيبين لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الله سبحانه وتعالى في كل أمة بعث رسول، ونبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كانت وصيته في هذه الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أصر أن يذكر لنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى ونجتنب الطاغوت اللي هو الشيطان. الطاغوت هو الشيطان. إذن هذا المربع الأزرق مطلوب مني حفظه. لماذا أرسل الله الرسل؟ والدليل: لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. حفظ هذا السطر الأول وحفظ الآية. طيب النشاطات: النشاط الأول يقول لك أصل الجملة بالجواب الصحيح. كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أغلب الناس على الشرك أم على التوحيد؟ كان أغلب الناس على الشرك قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد ما بعث نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أصبح أغلب الناس على التوحيد. طيب ننتقل إلى النشاط الثاني. النشاط الثاني أيضا اختيارات، يقول لك اختاروا الإجابة الصحيحة. أرسل الله الرسل، طيب لماذا أرسل الله الرسل؟ هذا هو درسنا. لمعرفة حال الناس قبل الإسلام، أم للقضاء على النزاعات والحروب، أم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه؟ نعم، لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. إذن بهذا حبيباتي نكون قد انتهينا من درس لماذا أرسل الله الرسل. ضروري أن نعرف لماذا أرسل الله الرسل وحفظ الدليل ومذاكرة هذين النشاطين، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.